اهلا وسهلا بكم اينما كنتم. نتواجد معكم في ملعب انفيلد حيث هذه الاجواء الخياليه والطقس المثالي الذي يساعد على التألق والاداء الرائع. معكم فارس عواض احبائي المشاهدين في تغطيه حيه ومباشره. واليوم لدينا مواجهه مشاهدينا ضمن منافسات الدور نصف النهائي لدوري ابطال اوروبا، حيث سيكون فريق ليفربول يواجه فريق ريال مدريد. قلق طبيعي جدا لدى الفريقين، الكل يبحث عن الفوز والوصول للمباراة النهائية بعد خوض مشوار طويل في هذه البطولة. الآن لعبة الأعصاب على مباراتين، من ينجح في تركيزه في هدوءه في ثباته حتى يصل إلى مباراة الإياب بأوضاع مناسبة. تواجد ريال مدريد في نصف نهائي دوري الابطال لا يعد انجازا في عيون جماهير الفريق المنتشره في كل مكان حول العالم، وبالتاكيد اللاعبين على درايه كامله بهذا الامر، وهذا يجعل الضغوطات اكبر على الفريق الملكي. والان البحث عن المرور الى المباراه النهائيه واضافه كاس اخرى الى خزائن البرنجي اللي يتواجد فيها الكثير من البطولات والالقاب والخبره وكيفيه التعامل مع مثل هذه الظروف. ليفربول يلعب ديربي كبير هنا في انجلترا، يجمع مع جاره ايفرتون في ديربي الميرسيسايد، والمباراه اللي تعتبر هي اكثر مباراه في تاريخ انجلترا تشهد بطاقات حمراء، تنافس كبير بين الفريقين، كثيرا ما يجعل اعصاب اللاعبين تفلت وتؤدي الى مشاكل كبيره في الملعب. والآن تبدأ مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. فيليبس، ترينت ألكسندر أرنولد، وصلت إلى أرنولد. الضغط العالي في كل مكان في الملعب والطريقة اللي يتبعها الفريق المستضيف في مبارياته، وبالتالي اليوم لن تكون استثناء. فريق يتبع هذا الأسلوب ويطبقه في كل ما يملك من قوة وأدوات في الملعب. من الصعب أن تجد فريق يحاول أن يلعب تحت الضغط العالي، لكن المهم أن يطبق لمدة 90 دقيقة، لأن من الصعب الحفاظ على تركيز ولياقة لمدة 90 دقيقة. كرة على الطرف، البحث عن كرة عرضية، يعود للخلف من عرضية جميلة. يا رب هدف يشعل الأجواء، هدف أول في السيمي فاينل. الوضعية اختلفت الآن، الأجواء مختلفة، المباراة اشتعلت في هذه اللحظات. شوف الإعادة، ممتازة التسديدة، حط الكرة أرضية في البعيدة على الحارس، صعبة جدا يا عيني عليك. ريال مدريد يتقدم في النتيجة. مشوار طويل خاض الفريقين حتى الوصول إلى السيمي فاينل، والآن مباراتين فقط، إما الاستمرار في الطريق والتأهل للنهائي أو الوداع من هنا. ونقدم لهم التحية على كل ما قدموه. روبرتو فيرمينو، وصلت إلى ساديو ماني. عرضية لا تشكل أي خطورة، شوف تدخل مدافع بشكل ممتاز. الآن مع إعادة للكرة التي جاء منها هدف التقدم، مهارة كبيرة في هذا الهدف كما يظهر لنا في الإعادة. كرة من داخل المنطقة أرسلت في الجهة اليمنى، وضع الكرة في الشباك بدقة كبيرة. ضربة ركنية ترسل في وسط منطقة الجزاء، ضغط عالي جدا في الامام، رمية تماس للريال، ضغط عالي متقدم وواضح تأثيره. لوكاس فاسكيز في الجناح الفاضي،
لوك يا مودريتش. لوك يا مودريتش يفقد الاستحواذ. تمريرة ترسل إلى ساديو ماني. فرصة خطيرة لساديو ماني. أوهو على هذه الكرة، تدخل مثالي في الوقت المناسب. شوف منع الكرة من الدخول، غيرت الكرة اتجاهها، خدعت الجميع. فرصة بتضيع. فابينيو دفاعك ككتلة واحدة من الخلف دون الدفاع للأمام. ساديو ماني وصلت إلى فيرمينو. فرصة التعادل الآن. اعتراض ناجح للكرة. لعبها قصيرة في اللقطة الماضية، عرضية بشكل خاطئ وصلت إلى حارس المرمى. دانيال كارفخال، لوكاس فاسكيز، فينالدوم، فابينيو. فابينيو يفقد الكرة. رمية تماس لليفر. فابينيو، فينالدوم، ملعوبة إلى فابينيو. المدافع يتدخل في الوقت المناسب، ينهي هذه الفرصة. توني كروس، ضاعت الكرة من توني كروس. تياغو الكانتارا، تمريرة باتجاه الجناح. فابينيو، لوكا مودريتش، كرة جميلة إلى بنزيما. يا رب، ضاعت فرصة قتل المباراة. كم ممكن يوسع الفارق؟ فرصة كانت سهلة لكن ضاعت، فوت على الفريق فرصة كبيرة. مدرب سعيد بالتقدم لكن يتمنى أيضا بأن يأتي هدف في الأمان، هدف في الاطمئنان، ولا يتمنى أيضا إهدار فرص أخرى. بيلعب للكرة بينية عالية. فينيسيوس بيلعب للكرة عرضية. عرضية سهلة في يد حارس المرمى. كاسيميرو، توني كروس، حلوة التمريرة باتجاه فاسكيز. أليسون يتصدى للكرة بسهولة. رافائيل فاران، توني كروس، كاسيميرو. انطلاقة هجومية لريال مدريد. الكرة مع الليفر. كرة بتتخلص في وسط الملعب بتوقع ممتاز. فرصة واحد على واحد الآن. أوهو، وكرة في المرمى. تعادل الآن من نصيب الريدز ليفربول. نشوف الهدف مرة أخرى، ونشوف تجاوز الكتار الجميل للمدافع ثم التسديدة الرائعة القوية في المرمى. ما كان لحارس المرمى أي مجال للتصدي. هدف تعديل الكفة. التعادل الإيجابي 1-1. كاسيميرو، لوكا مودريتش، وصلت إلى بنزيما. كريم بنزيما. كرة بتصبح في سيطرة الفريق المنافس.
روبرتو فيرمينو. ليفربول يفقد الكرة. كاسيميرو. دقيقة واحدة كوقت بديل في المباراة. تمريرة رائعة. لوكاس فاسكيز. عرضية لكريم بنزيما. ركلة ركنية وفرصة لريال مدريد لأخذ الأفضلية في المباراة. توني كروس بيلعب ركنية إلى منتصف الصندوق. مرت 45 دقيقة في ذهاب نصف النهائي. نعود مع أحداث الشوط الثاني من ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال. كاسيميرو. فينيسيوس. ملعوبة إلى كروس. تمرير على الطرف. تدخل جميل من اللاعب. تياغو الكانتارا. عرضية لا تمر بسبب الدفاع. تدخل في اللقطة الماضية لكن الكرة بالطول بتتحول إلى رمية تماس. رمية تماس بدون دقة. بالنسبة لمستوى ماني في شوط المباراة الأول، تمكن من تسجيل هدف تعديل كفة ورجع فريق المباراة بهذا الهدف، وأعتقد بأن هذا الهدف راح يعطيه ثقة كبيرة لتقديم المزيد في الشوط الثاني. تدخل من مدرب الفريق الضيف، في تغيير ممكن في هذه اللحظات. روبرتسون يتقدم بشكل سريع باتجاه المرمى. مرور ناجح من ساديو ماني. فينالدو. في منطقة الجزاء يفتك الكرة بامتياز. رمية تماس يحصل عليه الفريق بعد ضغط كبير جدا. مدرب بدأ يفكر في لاعب بديل في هذه اللحظات. المساحة متوفرة أمامه لإرسال كرة عرضية. يخرج الكرة خارج الملعب وضرب ركنية. الجماهير تقوم بدورها الآن، تدعم اللاعبين على استغلال هذه الفرصة للتقدم في النتيجة. ركنية إلى داخل المنطقة. تقدم يأتي في هذه اللحظات. سيناريو سيتغير بالنسبة لكل فريق بعد هذه النتيجة. نتيجة تعطي الأفضلية للفريق اللي تقدم. ضغوطات تتحول على الطرف الآخر. نشوف الهدف مرة أخرى. البداية من تنفيذ الكرة الركنية ثم الإنهاء الراح للكرة. لمسة فنية مباشرة. لعب على الطائر في الهواء لتعانق الشباك. ريال مدريد يتأخر الآن. يعرف كيف يمر الكرات. الله على نقلات الكرة، كيف يوزع اللعب في أرضية الملعب. واضح أن مدرب أصحاب الأرض قرر القيام بتغيير في هذه اللحظات. نصف ساعة تفصلنا على صافرة نهاية المباراة. فابينيو. رمية تماس للميرينجي. شايف البدلاء وعمليات الإحماء. مدرب بدأ يفكر في تغيير ودخول لاعب. الكرة بتضيع من لاعبي ليفربول. دقة في التمرير. شوف اللقطة، شوف اللعبة، الكرة اللي تخرج من قدمه واللي تعرف الطريق. الله على الكرة. الله على قطع الكرة. دفاع ممتاز في هذه اللقطة.
ضربة ركنية قد تكون فرصة التعادل لريال مدريد. مدرب يدفع بلاعب بديل في محاولة الحفاظ على التقدم وعلى رتم الفريق أيضا لمصلحته. ركنية في منتصف ال 18 من توني كروس. تتوالى الضربات الركنية للفريق. توني كروس بيلعب ركنية إلى منتصف الصندوق، يقابل الكرة وبيخلصها من منطقته. ترينت ألكساندر أرنولد. واضح أن مدرب الفريق الضيف راح يجري التغيير الآن. جونز. كرة جميلة على الطرف. ليفربول يفقد الكرة. كرة مرتدة فيها خطورة. عند الفرصة في هذه اللحظات. المساحة أمامه في هذه اللحظات. ممتاز التصدي. لم تنتهي الخطورة. فابينيو. بتروح إلى روبرتسون. جمهور الريدز لا يترك الفريق لوحده في هذا الموقف. لحظات صعبة يحتاجون إلى هدف آخر. ممكن هذه، ممكن كرة التعادل، مستحيلة هذه. أليسون بيك، فينيسيوس. ممتاز الحارس في التصدي لهذه الكرة. الكرة رمية تماس. واضح أن المدرب راح يستعين بواحد من هؤلاء البدلاء. شوف الآن عمليات الإحماء على خط التماس. كريم بنزيما. فرصة كبيرة للتعادل. مستحيل الكرة في المرمى. هدف التعادل من نصيب الميرينجي ريال مدريد. نشوف لقطة الهدف مرة أخرى. الطريقة اللي تعامل بها الدفاع مع هذه الهجمة كانت غريبة نوعا ما. الكرة كانت في أماكن الخطورة لفترة طويلة وكان لابد من التعامل معها بشكل أسرع. نتيجة تشير إلى التعادل مشاهدينا متابعينا، والكرة تعود إلى نقطة البداية. ساديو ماني. ملعوبة الكرة إلى روبرتسون. روبرتو فيرمينو. الكرة مع فابينيو. روبرتو فيرمينو. هجمة منظمة من ليفربول الدقائق الأخيرة من أجل هدف الفوز. ممكن نقل الكرة والبحث عن هجمة مرتدة. نستأنف اللعب الآن مع رمية التماس. فيليبس. ترينت ألكساندر أرنولد. فابينيو. أوزان. ست دقائق فقط على نهاية المباراة. ماريانو. فرصة للتقدم في المباراة. يا رب هدف للريال. ريال مدريد ينجح في هز الشباك في الدقائق الأخيرة ويخطف المقدمة هذا الريال. نظرة مختلفة للهدف من زاوية أخرى.
بهذا الهدف أعتقد بأن اللقاء انتهى فعليا. هدف التقدم، هدف الحسم كان قبل النهاية بقليل، سيكون من شبه المستحيل تعويضه. جونز، تريت ألكسندر أرنولد، ملعوبة إلى فابينيو. الأجواء خيالية في ملعب الأنفيلد، انظر إلى جماهير الليفر لا تهدأ، تشجع وتدعم وتحاول أن تكون بجوار فريقها في هذه اللحظات الصعبة والأخيرة، ولو بالتأكيد من أجل انطلاقة متسرعة كانت نتيجتها تسلل وبالتالي لا خطورة على المنافس. الآن يبحث عن استخلاص الكرة بعد ما كانوا مسيطرين عليها. روبرتو فيرمينو، الكرة مع فابينيو. أوزان بتروح لروبرتو فيرمينو. لحظات أخيرة صعبة على ليفربول واللي يحاول تسجيل التعادل قبل صافرة النهائي. الحكم يطلق صافرة نهاية المباراة معلنا فوز ريال مدريد في مباراة الذهاب. فوز اليوم ليس حاسما، أي متابع لكرة القدم يعرف ذلك.